نصحيح التمرين الآخر اف دي اكس تساوي اكس اس 3 زائد 3 اكس اس 2. إذا السؤال الأول حدد دي اف، يعني حدد مجموعة علب دي اف، دونك لدينا اف لي اكس دالة حدودية. إذا عندما تكون الدالة حدودية ليس فيها اكس في المقام او اكس داخل الجذر، فإن دي اف دائما تساوي ار كروسيت. اثنان، حساب النهايات، دونك ليميت اف لي اكس عندما يؤول اكس الى ناقص ما لا نهايه ناخذ اكبر اس، لان عند ناقص ما لا نهايه في الحدوديه ناخذ دائما اكبر اس، اكبر اس هو اكس اس 3. اذا هنا ناقص ما لا نهايه والاس فرضي تبقى ناقص ما لا نهايه، واضح؟ لان الاس فرضي هنا ناقص ما لا نهايه. كذلك ليميت اكس طون فا بليس انفيني دو اف اكس هو نفس الشيء، عندنا بليس انفيني ناخذو اكبر اس، يعني لا ليميت دو اكس على بوسونس 3 اكس طون فا بليس لانفيني. دونك بليس لانفيني زائد ما لا نهايه الاس كان فرضي ولا زوجي كيبقى زائد ما لا نهايه، فوقاش كيولي ناقص الا كان شي ناقص هنا على ورا. دونك من المال ليميت. السؤال الثالث، احسبوا اف زيرو اف ناقص جوج اف ناقص ثلاثة. نحسبها ونحتاجهم في الرسم. إذا اف لصفر بكل بساطة كنعوضو اكس بصفر، يعني صفر على بوسونس 3 بلس 3 فوا 0 على بوسونس 2، نعوضو اكس بزيرو، دونك 0 على بوسونس 2 0 فوا 0 فوا 3 سي 0، دونك بلس 0 تبقى 0. اف 2 موان 2 دونك كنعوضو، هي ناقص 2 نعوضو اكس ناقص 2 كلوس 3 زائد 3 في ناقص 2 أس 2. دونك هنا ناقص الأس فرضي تبقى 2 أس 3 هي 2 في 2 في 2 يعني 8، 2 في 2 4 2 8، دونك ناقص 8 زائد، شوف هنا لاحظ نبداو بالأس ناقص 2 الأس الزوجي غتمشي ناقص، و 2 أس 2 هي 4، هنا 2 في 2 4 في 3، دونك تولي 3 في 4 هي 12، دونك سوا ناقص 8 زائد 12، دونك ناقص 8 زائد 12 هي 4، هنا هي 12 ناقص 8 هي 4. نحسبو اف موان 3 اف دو موان 3 نفس الشيء، موان 3 على بوسونس 3 بلس 3 فوا موان 3 على بوسونس 2، دونك ناقص 3 اس 3، دونك ناقص تبقى 3 اس 3 هي 3 في 3 في 3، 3 في 3 9 في 3 27، يعني ناقص 27 زائد هنا لاحظ ناقص 3 اس 2 تولي 3 اس 2 يعني 9، 3 هي 27 زائد الوغ ناقص 27 زائد 27 عطينا 0، واضح؟ دونك حسبنا دابا جاوبنا على ثلاثة الأسئلة الأولى. السؤال 4 ألف، بين أن أف فتحة تساوي 3 إكس في إكس زائد 2، دونك نحسبو اشتقاق حساب أف فتحة لإكس دالة مشتقة، دونك أف فتحة لإكس إش كتساوي؟ هي هادي، دونك إكس على بوسونس 3 بلس 3 اكس كاري فتحه، دونك اشتقاق ديال راه غادي نقدر نقسموها باش تجي لنا سهله، دونك اكس اس 3 فتحه زائد 3 في اكس اس 2 فتحه، دونك هذا هو الاشتقاق، دونك تساوي اكس اس 3 فتحه هي 3 اكس اس 2، دونك القاعده هي هذه، الا كان عندي اكس على بوسونس ان بخيم فتحه اشتقاق ديالها هو ان في اكس اس ان ناقص 1، يعني كنقص من اس 1 مثلا، إذا كان عندي إكس أس 5 فتحة هي 5 إكس أس 4، إكس أس 3 فتحة هي 3 إكس أس 2 إلى آخره، دونك هادشي اللي عندي، دونك إكس أس 2 فتحة هي 2 إكس أس 1، يعني 2 إكس في 3 تبقى هادي، يعني 2 إكس، يعني إكس أس 2 فتحة هي 2 إكس في 3 تبقى 2 في 3 6 إكس، واضح؟ هادي تعطيني 2 إكس في 3 تعطيني 6 إكس. صحيح، الله هنا نقدر نعمل ب 3 اكس، علاش؟ لان طلبوا مني نبين بحال هكا، دونك خصني نعمل ب 3 اكس هنا و 3 اكس هنا، دونك شنو تساوي عملنا ب 3 اكس؟ هنا غتبقى لي اكس، علاش؟ لان عندي 3 اكس و 2، لاحظ هذا 3 اكس في اكس هي 3 اكس و 2، يعني هي هذه مزيان، هنا غتبقى لي 2
علاش؟ لان هذه كتساوي 2 في 3 اكس، 6 هي 2 في 3 اكس، طيب 6 اكس هي 2 في 3 اكس، دونك غادي نحيد 3 اكس تبقى 2، هي غير 3 اكس 2، 3 في 2 6 اكس، دونك هي هذيك، دونك خصني نلقى النتيجة هي هذي، طيب دونك حسبناها فتحة. السؤال باء، دونك باش كندير جدول تغيرات الافة عقلو عليها مزيان، كنحاول نشوف فوقاش كنعادل مع فتحة، يعني انا فتحة لإكس تساوي صفر، يعني شوف لاحظ فتحة هي هذي، إلا كانت فتحة تساوي صفر يعني هذا كيساوي صفر، وإلا كان هذا يساوي صفر جودة عددين يساوي صفر يعني أحدهما يساوي صفر، يعني إما 3 إكس يساوي صفر أو إكس زائد 2 يساوي صفر، واضح؟ يعني إما هذا اللي فوق شاف الحد يساوي صفر، يعني إما هذا ولا هذا اليوم يساوي صفر، يعني إما إكس فوق 3 إكس يساوي صفر، يعني إكس يساوي صفر على 3 صفر، يعني شكون هو العدد اللي ضربته في 3 يعطيك صفر؟ هو صفر، إن 3 في صفر تعطيك صفر، إلا كان ماشي صفر ما يمكنش، أو هنايا زوج رجعو من هنا تولي إكس تساوي ناقص زوج. صافي نقيد دابا فوقاش كتنعدم، ملي كنلقى فوقاش كتنعدم صايي سهلات الأمور، إذا كنمشيو نديرو الجدول مباشرة، هنا إكس، هنا أ فتحة لإكس، كندير الإشارة نتاع أ فتحة، ومن خلال الإشارة نتاع أ فتحة كنسنتج التغيرات نتاع أف، من خلال الإشارة نتاع أ فتحة كنسنتجو التغيرات ديال أف لإكس، دونك هذا هو الجدول ديالنا، مجموعة التعريف من ناقص من هنايا حتى الزائد من هنايا، مفيش مشكل، معنديش شي حاجة نحيدها، ياك. مجموعة ألف هي آر، دي ألف هي آر، ألوغ غادي نشوف فوقاش كتنعدم أفتحة، أفتحة كتنعدم، قلنا أفتحة لي إكس كتساوي صفر في جوج حالات، من يكون إكس يساوي صفر، ومن يكون إكس يساوي ناقص زوج، نرتبهم، ناقص زوج هو الأول وصفر موراه، ترتيب تزايدي، دونك أفتحة كتنعدم هنا في ناقص زوج وكتنعدم في صفر، ألوغ بين الجدارين عكس إشارة أ، أفتحة فين هي؟ أفتحة هي هادي، ثلاثة موجب يعني بين الجدار غتكون سالب وخارج الجدار غتكون موجب، كنشوف فتحة كيفاش حسبت عندي هذا موجب، دونك غادي تكون بين الجدرين سالبة وخارج الجدرين موجب، عكس إشارة أ بين الجدرين وخارج الجدرين هي إشارة أ، إذا هنا غتكون تزايدية، وهنا غتكون تناقصية، وهنا غتكون تزايدية، اللي خاصنا ندير هو عمر هاد الله يسهل، الليميت في ناقص ما لا نهاية شنو لقينا؟ حسبتو قبيلة لقيتو ناقص ما لا نهاية حتى هو، حسبنا أ في ناقص زوج لقيناها هي 4، وحسبنا أ في صفر لقيناها هي 0، وحسبنا الليميت في بليس لافيني لقيناه هو بليس، هذا هو جدول الوالد. إذا السؤال الموالي هو أنشئ سي أف، يعني رسمو المنحنى، رسمو المنحنى. دونك الربعة هي قيمة قصوى هنا، دونك خلي الحساب ربعة، معلم او اي جيم. الوغ اول حاجة الله يرضي عليكم انتبهوا مزيان، اول حاجة هي كنمشي نحط هاد لي ماكس وهاد لي مين، هادي قيمة قصوى وهادي قيمة دونية، فهاد المجال قيمة قصوى وفهاد المجال هادي قيمة دونية نحطها، دونك هادي فين كاينة؟ في ناقص زوج، عندي اعلى قيمة في ناقص زوج هي 4، دونك موان دو في موان دو عندي قيمة قصوى هي 1 2 3 4 هنا، شوف كيفاش كنديرها، نتوما تصوموا داك الشيء مدقق، هنا كنديرها بحال هكا القيمة القصوى، هنا كيوصل عندها وكيهبط، هذا كيطلع عندها وكيهبط، كيطلع على 4 وكيهبط، مزيان، ثم نمشي عند أ في صفر، عندي زيرو، في الزيرو عندي زيرو، يعني هنا هادي كندير عاود قيمة دونية، زيرو زيرو هي، يعني كيهبط هنا وكيوصل هنا ويطلع عاود، لاحظ كيجي طالع وكيهبط وكيطلع، هذا هو المنحنى، مزيان.
الوغ شنو غندير دابا؟ نشوفو إلا عندي شي نقط حسبتهم نرسم الصورة ديالهم. صورة صفر صفر هي، صورة ناقص جوج أربعة هي ديجا كاينة، كنا حسبنا حتى ناقص ثلاثة. صورة ناقص ثلاثة شحال كاينة؟ كاينة هي صفر، يعني هنا كيدوز من هنا. صورة ناقص ثلاثة لقيناها صفر، يعني كيدوز من هنا. صورة ناقص ثلاثة صفر، نقدر نزيد صورة على الأرقام. صورة الواحد مثلا، واحد أس ثلاثة واحد، واحد أس اثنان واحد في ثلاثة ثلاثة، يعني صورة الواحد هي أربعة. صورة الواحد هي واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك هنا صورة الواحد غتكون هي أربعة. نقدر نزيد صورة مثلا ناقص واحد، ناقص واحد أس ثلاثة هي ناقص واحد، ياك لأن الأس فرضي، زائد ناقص واحد أس اثنان هي واحد في ثلاثة ثلاثة، يعني تبقى لنا زوج. دونك صورة ناقص واحد هي زوج، هنا كيفوت منها. نقدر نزيد، نقدر بارك عليا بلا ما نزيد. دونك نرسم المنحنى، شوف خصني هاد الجدول خصو يكون عندي في المنحنى، غتكون تزايدية طلع على ربعة تولي تناقصية وطلع حتى زايد من هنا. دونك لاحظ هنا غتكون بحال هاكا، بحال هاكا. لاحظو تزايدية وصلت لربعة، شنو غيوقع لها؟ غتولي تناقصية. ما ننساش نفوت دوك النقط اللي رسمت، الا رسمت شي وحدة الا مرسمتش ماشي مشكل. حتى لفين؟ حتى للزيرو. هاهي هنا غدور، هنا في هاد النقطة غدور، هنا هنا كانت واحد دابا هنا غتولي مقعرة، ياك، وغطلع وصل للزيرو غطلع. دونك غدوز من هنا، لأن أنا حددت لها ديك النقطة. علاش مزيان نحدد شي نقط؟ وحده هنا وحده هنا وحده هنا، علاش؟ لان لو كان ما درتش هاد النقطه نقدر نفوتو بحال هكا خطا، يعني خصني نعرف من غيدوز، يدوز من هنا. دونك من هنا ما غاديش نخطا، ولكن هنا نقدر نخطا، نقدر ندوزو من هنا ولا نرسم صوره واحد النقطه باش ما نخطاش. دونك هذا هو المنحنى نتاع. اذا السؤال الاخير قال لك حل ميزانيه اف اكس اكبر او يساوي صفر، يعني كيقول لك فوقاش المنحنى؟ فوق الصفر، فوق الصفر، هذه هي المعنى ديال اف اكس اكبر، يعني فوقاش المنحنى نتاع اف اكبر من الصفر. اش كتلاحظوا؟ من هنا الفوق دائما فوق الصفر، يعني من ثلاثة حتى زائد هنا، هنايا تحت الصفر، أو من هنا من ناقص من هنا حتى ثلاثة تحت الصفر، هو قالك فوقاش يكون أكبر من الصفر، يعني في هذا المجال. إذا ستة حل المتراجعة في إكس هو إس من ثلاثة حتى بليس لانفيني، لأن من ثلاثة حتى بليس لانفيني كيكون المنحنى فوق صفر.